أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الخالق الأكبر، وهو على كل شيء شهيد، المنتقم من كل مفسد وظالم وشيطان مريد، المنعم على من اتبع هداه بالتوفيق والنصر والتأييد. لا إله إلا هو، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أحمده وأشكره أن جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي العزيز المتين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وطب قلوبنا ونور أبصارنا محمدا عبده ورسوله، الداعي إلى وحدة الصف والكلمة بين المسلمين. اللهم صلي وسلم وبارك ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في كل متقلب وحال، والمداومة على شكر الكبير المتعال، والتمسك بهدي سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، عسى أن يكون ذلك ذخرا لنا عند الوقوف بين يديه يوم العرض والمآل. فليست الحياة الدنيا بدار بقاء، بل هي دار فتنة وابتلاء، ومصيرها إلى الفناء، ولا يبقى من أثرها إلا ما قدم فيها العبد من الأعمال الصالحة التي كان يبتغي بها وجه الله. فاللهم يا رب، إن نسألك بحرمة هذا الشهر الكريم عندك أن تثبتنا على كلمة الحق والتوحيد، واجعلها يا ربي آخر كلامنا في هذه الدنيا يوم يكون بصرنا حديد بجاهك يا ذا العرش المجيد. إخوة الإيمان، كلنا يعلم أن جميع الشرائع السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وبعث بها الأنبياء والرسل، كلها بدون استثناء تدعو إلى قيم الخير والفضيلة ونشر المحبة والسلام بين الناس، وتحارب الحقد والضغينة والعنصرية المقيتة والإفساد في الأرض.
ولكن الله سبحانه وتعالى شاء وحكم أن يظل الصراع بين الخير والشر قائما إلى يوم القيامة. فلو رجعنا إلى تاريخ الأنبياء والرسل وبالتحديد من بعثة سيدنا موسى عليه السلام، حيث انقسم أتباعه من بني إسرائيل إلى أقلية مؤمنة وإلى أغلبية معاندة متمردة على أحكام الله سبحانه وتعالى، فكانوا كلما جاءهم حكم من الله نبذوه وراء ظهورهم. يعني اليهود من قبل، يعني من تاريخ الأنبياء والرسل، عناد كبير وتمرد عظيم وخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى وعن أحكامه، كان كلما أمرهم الله سبحانه وتعالى بأمر إلا وفعلوا خلاف ذلك الأمر. وقد لاقى رسول الله سيدنا موسى عليه السلام من هؤلاء الأمرين، هو أخوه سيدنا هارون عليه السلام، حتى دعا ربه سيدنا موسى عليه السلام قائلا كما ورد في سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وتواصل هذا الانحراف والتعدي من قبل هؤلاء اليهود حتى تجرأوا على قتل أنبياء الله. يعني أنبياء الله مثل مش منهم هالصهاينة اليهود الملاعين. قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفي فترة نبي الله داود سيدنا داود عليه السلام مسخت طائفة من هؤلاء، يعني من اليهود، قردة، ربي مسخهم قردة. علاش؟ جراء تعديهم على أحكام الله، وهم أصحاب السبت، قصتهم معروفة في القرآن. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طبعا مسخوا ثم ماتوا، ما تناسلوش معناتها، هك الطائفة التي عتدت عن أمر ربها في عهد سيدنا داود عليه السلام، عندما عوقبوا بهذه العقوبة من الله سبحانه وتعالى وهي المسخ والعياذ بالله، مسخوا ثم ماتوا عن آخرهم ولم يتناسلوا. وتواصل أمر إعراضهم وصدهم عن سبيل الله. ففي فترة سيدنا عيسى عليه السلام واصلوا التمرد على أحكامه سبحانه وتعالى، فاستحقوا بذلك لعنة الله وأنبيائه. يقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. علاش؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. وكنتيجة لذلك شردوا واضطهدوا على يد كثير من الغزاة كعقوبة لهم، ربي عاقبهم بهذا الأمر أنه شتتهم في الأرض وفرقهم، واضطهدوا من قبل، يعني من قبل كثير من الغزاة، ثم تفرقوا في البلاد، والتجأ البعض منهم إلى بلاد العرب في الجزيرة العربية، وبالتحديد إلى يثرب اللي هي المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. شكونهم؟ طبعا اليهود المعروفين في يثرب، يهود بني النظير ويهود بني قينقاع ويهود بني قريظة، وبنوا فيها الحصون في يثرب. هذا قبل أن يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان طبعا سكانها من الأوس والخزرج وهم من العرب، فجاءوا اليهود وسكنوا يثرب وبنوا الحصون لحماية أنفسهم، وكانوا يقرؤون في التوراة عن ظهور نبي آخر الزمان، عندهم مكتوب عندهم في التوراة يعني ذكر سيد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من نبي أو رسول إلا وأخبره الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان، وكانوا يقرؤون ذلك في توراتهم ويعلمونهم، يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم كما قال تعالى. ولكنهم كانوا يتصورون، كانوا يتصوروا أن نبي آخر الزمان سيكون من بني إسرائيل، ولكن حكمة ربي ومشيئة ربي وإرادة المولى سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون نبي آخر الزمان من العرب ومن نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام.
وكانوا يهددون العرب ويهددون الأوس والخزرج في يثرب بظهور هذا النبي، يقول لهم تو هاو جاي نبي باش يبعثوا ربي وباش نقاتلوكم معه. فلما ظهر هذا النبي، نبي آخر الزمان سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وكان من العرب، يعني كان أول من كفر به شكون؟ كان أول من كفر به اليهود عليهم اللعنة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وعند قدومه صلاة ربي وسلامه عليه إلى يثرب، دعاهم إلى الإسلام، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام وذكرهم بوحدة الشرائع السماوية، وقال لهم رأوا القرآن هو ثمرة الكتب، والقرآن مصدق لما في التوراة والإنجيل ومهيمنا عليهما. فإذا بين لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول وأنه مبعوث، وقال لهم أنتم تعلمون ذلك وهو مكتوب عندكم. فلم يذعنوا ولم يسلموا، بل كفروا وتعدوا، إلا ما كان من يعني من حال سيدنا عبد الله بن السلام. سيدنا عبد الله بن السلام هذا كان من كبار أحبار اليهود، ولكنه لم يتكبر عن الحق لما تبين له، ولما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، قال وقت اللي شفت وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شفت وجه محمد، فعلمت عندما نظرت إلى وجهه أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. فآمن وصدق وقال يا رسول الله اليهود قوم بهت، قوم بهت، ما عندهمش ميثاق، ما عندهمش ميثاق أبدا. ولهذا سنرى يعني في بقية الخطبة، ما عندهمش ميثاق اليهود هذوما أبدا. فأسلم إذن سيدنا عبد الله بن سلام كل قليل. هؤلاء اليهود أعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يناصبونه العداء ويدبرون المكائد والفتن للقضاء على رسول الإسلام ولقضاء على هذا الدين في المدينة، وحاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، حبوا يغتالوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يفلحوا. علاش؟ لأن ربي سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بالعصمة التامة، فقال تعالى والله يعصمك من الناس. وفضح الله دسائسهم ومؤامراتهم، وأخرج أذغانهم، وكشف القرآن عن نفسية اليهود الخبيثة. قال المولى سبحانه وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. شوفوا قداش من لعنة استحق هؤلاء من الله سبحانه وتعالى ومن أنبيائه ورسله. فلما نقضوا العهود والمواثيق التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم معهم بالمدينة، أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، طردهم من المدينة المنورة، لأنهم نقضوا العهود ونقضوا المواثيق. وفي العصر الحديث تجمع هؤلاء الشرذمة الملعونين مرة أخرى في فلسطين بالمكر والخديعة، وكان وعد بلفور، هذا بلفور وزير خارجية بريطانيا يعني في ذلك الوقت سنة 1917، هذا وعد بلفور هذا وزير خارجية بريطانيا هو اللي جاب اليهود ولمهم غد في فلسطين وفي القدس، وإذن دعا القوى الأجنبية إلى مساعدتهم ومدهم بالأموال ومدهم بالسلاح. كان وعد بلفور هذا نكبة ومصيبة للفلسطينيين بصفة خاصة وللأمة العربية الإسلامية عموما، فقد أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق، هو لا يملك هذه الأرض أعطاها ولمن لا يستحق، لأن اليهود ليست هذه أرضهم، تمهيدا لسيطرة المنظمة الصهيونية العنصرية على فلسطين وعلى بيت المقدس. وهذا ما وقع بالفعل، هذا ما وقع بالفعل يعني منذ يعني أحقاب ومنذ عقود من الزمن. وبإعانة القوى المعادية للإسلام تمكنوا من تهجير عدد كبير من الفلسطينيين واحتلال أراضيهم، إلى جانب عدوانهم على الشعب الفلسطيني بالقتل والإبادة. وإلى الآن يعني والعالم الإسلامي يرقب ما يحصل لإخواننا منذ عقود. إحنا كتجي نحن هكا يعني يعني جي هالعدوان الإسرائيلي على فلسطين وعلى غزة على كذا، وقتها كان فيق ونتحير، القضية لها عقود من الزمن، عقود من الزمن، وإخواننا يعانيوا والعالم العربي الإسلامي يتفرج فيه ويرقب ما يحصل، ولا نسمع إلا الخطب الرنانة
وإلا التنديدات. ولكن الله سبحانه وتعالى وعد بنصر جنده الصادقين المجاهدين المخلصين الذين يدافعون عن الأرض وعن العرض وعن الدين. إنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. هؤلاء كما يعني هك الفتية فتية أهل الكهف بجد، هك المجاهدين خاصة في غزة أهل يعني الكرامة أهل العزة سنيحشم كي يتكلم عليهم، يحشم الإنسان يعني يحشم المسلم كي يتكلم على الشباب هذوك، لأنه يستحقر نفسه الإنسان، يستحقر نفسه قدام شباب يجاهدوا في سبيل الله ويقدموا في تضحيات من أجل نصرة الأمة، باش يرفعوا علينا نحن شنو يرفعوا علينا هل يعني هالمهانة وهالذلة اللي أصبحت الأمة العربية الإسلامية تتردى فيه كثرة بلا بركة، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما أخبر الصحابة الكرام قال لهم ستتداعى عليكم الأمم كتداعي الأكل على قصعتها، كما الناس تحط لهم قصعة ويهبطوا عليها، كناية على شنو هذا؟ كناية على أن الخيرات كلها باش تمشي لليهود وغيرهم، وستسلب خيرات المسلمين وسيقهر المسلمون. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ، نحن وقت العدد بتاعنا صغير سبحان الله باش يتسلطوا علينا هذوما؟ قال لا بل أنتم كثيرون، ولكنكم شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشبه المسلمين في الوقت الحاضر، ولكنكم كغثاء السيل الجارف، كل قش متاع الواد عنده حتى معنى، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ما عادش يحترموكم، ما عادش يقدروكم، ما عادش يقرؤوا لكم الفحساب خطر ضعاف، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يبعثن الله في قلوبكم الوهن. قيل يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، كراهية الجهاد. الأمة تاركة لركن من أركان الإسلام، لركن من أركان الإيمان، لركن من أركان هذا الدين الجهاد، تارك الأمة للجهاد. ما من قوم تركوا الجهاد إلا وضربوا بعصا الذلة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الأمة الإسلامية تستباح أعراضها وتقتل أبناؤها وتكسر وتحطم مساجدها، والناس يرقبون هذا المشهد وهذه المشاهد. كيفاش حالنا باش تحبوا حالنا باش يتحسن، وكيفاش باش يكون ربي راضي علينا وقت اللي المسلمين يقتلوا في بعضهم؟ انتم يعني تشوفوا واش قاعد يصير في سوريا، 3000 تقريبا طفل في سوريا، 3000 منذ ان دلعت الثوره، 3000 يعني طفل قتلوا في سوريا ومزقت اجسادهم اشلاء، مسلمين في بعضهم، مسلمين يقتلوا في بعضهم واليهود يقتلوا في المسلمين، شوف المشهد عاد. انهم فتيه هالشباب هذوما، هل يدافعوا على رايه الاسلام ويدافعوا على رايه الامه في غزه؟ فتيه امنوا بربهم وزادهم الله هدى، فئه انطلقت من غزه حملوا لواء من قبلهم من الشهداء لمواصله درب الجهاد رهبانيه هذه الامه، كما قال عليه الصلاة والسلام الجهاد رهبانية أمتي. هؤلاء أشار إليهم القرآن، هالفتية هذوما أشار إليهم القرآن قبل انبعاثهم، كما قال المولى سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. تلقاو جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح وفي يده شطير وكذا، ولد صغير في يده حجرة وكذا، وهو هارب منه، الجندي هارب من الولد الصغير، خواف خواف. ولكن القوة مش فيهم هما، هو مش قويين، قوته هما في ضعفنا نحن، نحن خطر أمورنا تعبة، فهما ظهروا قويين. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشباب يعني من جاهد ومن قتل شهيدا مدافعا عن عرضه ودينه يعني على هذه الأرض المقدسة الطيبة المباركة، قال فيهم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. طائفة من أمتي، قال طائفة مجموعة، طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، اللي خالفهم يضرهمش إلى قيام الساعة. قيل يا رسول الله وين هذا؟
قال هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث عنهم. تغسل وجوههم تحس وجوههم نيرة، تحس بالنور في وجوههم، تحس بالصدق، تحس بالإخلاص. وعندما تنظر في وجوه البعض الذي يدعي ماذا؟ النصرة، يعني تقرأ على ملامحهم ماذا؟ الخذلان والنفاق، والعياذ بالله. شوفوا هالصهاينة هذوما، يعني بعد ما ضربت تل أبيب وقع هكا التفجير تاع الحافلة هذيك من قبل استشهادي، يعني شوف سارعوا إلى الهدنة يجريوا. توا وقت شنو؟ وقت أن الشعوب العربية الإسلامية تكون حازمة في المسألة هذه، وتجلس جلسة يعني رجل واحد على قلب رجل واحد للدفاع عن أعراض الأمة التي انتهكت، أعراض الأمة تنتهك. يعني شنو قيمة المسلم إذا كان يتقتل أولاده، تقتل زوجته وأهله، ها، ويضرب في دينه وفي عرضه ويسلب في وطنه؟ شنو هالحياة؟ عنده حتى قيمة. قال المولى سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أما شكون لأنتم أشد رهبة؟ المسلمين الحقيقيين المخلصين، ها، هذوكم بجد. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، من قبل اليهود هك، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. شوف ربي أخرج أذغانهم وفسرنا وشرحنا ربي سبحانه وتعالى وبيننا النفسية متاع اليهود. هذه هي حقيقة اليهود، ولكن ضعفنا وتخاذلنا وتشتتنا وتكالبنا على الدنيا جعلنا ممزقين منقسمين، والحال أننا نملك القوة، عنا القوة المعنوية وعنا القوة المادية، عنا القوة، عنا قوة كبيرة العرب، أما وين؟ مخبية، ها؟ هذيك القوة هذيك مخبية لقضاء المصالح الدنيوية. أصبحنا وللأسف كما قال أجداد هؤلاء، نحن حالنا توا كما حال أجداد اليهود قبل، أي نعم، إلا طائفة قليلة الناس اللي بجد، اللي تجاهد في سبيل الله. كما قال أجداد هؤلاء اليهود لسيدنا موسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. أجداد اليهود قبل إيش قالوا لسيدنا موسى؟ نحن توا نقولوا فيه يا غزة. تي واحد قال لي أنا إيش دخلنا نحن في فلسطين وفي تذيك بتاعهم هم، وهذا مسلم تكلم الكلام هذا. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، قال عليه الصلاة والسلام، اللي ما يهتمش بأمر المسلمين مش منهم. كيفاش نقولوا الكلام هذا؟ أي فلسطيني يموت في فلسطين في أي يعني شبر بك الأرض المقدسة، هذاك ولدنا مات وخونا وبونا، لو كنا نعقل. إن من يمتلكون سلطة الضغط على هؤلاء من دول الخليج ومن غيرهم من الدول، الناس اللي تمشي على حرير وتلبس في الذهب، والمناصب وكذا والقصور والسيارات والكراهب والدنيا المحلولة على هؤلاء، حسابهم عند ربي كبير ياسر، حساب عظيم ياسر، حساب كبير ياسر قدام المولى سبحانه وتعالى. اش باش يقولوا قدام سيدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ اش باش يقولوا؟ يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: فرطتم في حق الأمة، خذلتم المسلمين، ساعدتم على قتل إخوانكم، وفرحتم بالدنيا. اش باش يقولوا له؟ اش باش يجاوبوا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء قد تخلوا عن إخوانهم في فلسطين، خذلوهم، تركوهم يجابهون الصهاينة بمفردهم، ولكن الله تعالى معهم، ومن كان معه الله فلن يهزم أبدا. اللي معها ربي ما ي... ولو حتى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أيها الإخوة، إن الربيع العربي الذي نتحدث عنه وتتحدث عنه وسائل الأعلام لن يكون ربيعا إلا بنصرة إخواننا في غزة، والوقوف معهم صفا واحدا لإخراج هؤلاء اليهود من فلسطين وتحرير بيت المقدس.
يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. نحمده ونشكره أن جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين، ونشهد أن لا إله إلا الله المنتقم ممن تسبب في إضرار المسلمين، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى حفظ كرامة المسلم ومجاهدة المعتدين. فاللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا يخفى عليكم أيها الإخوة أننا في شهر حرام، شهر حرام، هذا محرم من الأشهر الأربعة الحرم التي نص عليها القرآن الكريم. وكان السلف الصالح من هذه الأمة يعظمون ثلاثة أعشار من السنة، ثلاثة أعشار من السنة السلف الصالح كانوا يعظموهم، يعظمون ما عظم الله. الثلاثة أعشار هذوما العشر أيام الأولانيين من ذي الحجة، والعشر أيام يعني الأولانيين من شهر محرم وهو شهرنا هذا، والعشر أيام الأخرانيين من شهر رمضان. هذوما ثلاثة أعشار يعني 30 يوم، كل ثلاثة أعشار السلف في الأمة يعظمهم يسر، لأن هذا يدخل في قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا، وهذا مستحب من السنن، حثنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام شهر الله المحرم الذي نحن فيه الآن، واعتبره أفضل الصيام بعد صيام رمضان. بعد صيام رمضان اعتبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام هو صيام شهر الله المحرم، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة يعني بعد الفريضة، بعد الفرائض الخمسة، الصلاة في جوف الليل. شوفوا يعني طبعا القيمة والمنزلة للصلاة في الليل. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وقال العلماء: من صام من ذي الحجة وصام من مفتتح محرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة. اللي يصوم أيامات قالك من ذي الحجة في آخر ذي الحجة، ويصوم أيامات من شهر محرم، هذا يقالك العلماء اختم السنة متاعه بطاعة، الصيام طاعة ولا شك في ذلك، وافتتح السنة الجديدة الهجرية الجديدة باش بطاعة. إذن هو يعني بين طاعتين، ومن كان بين طاعتين قالوا السادة العلماء هذا نرجو له أن يكتب عند الله من الطائعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من الطائعين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من عباده المخلصين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أقوالنا وأعمالنا وقرباتنا وطاعاتنا إليه سبحانه وتعالى خالصة لوجه الكريم لا سمعة فيها ولا رياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إلى جانب أنه يعني يواظب على صيام محرم، كان ثم نهار سيدنا وسلم ما تركوش، كان يصوم ديما وهو يوم عاشوراء، سيدنا وسلم لم يدع صيام عاشوراء أبدا، وكان يصوم قبل حتى طبعا فرض رمضان، قبل أن يفرض رمضان كان عاشوراء هو الفرض، لأن سيدنا وسلم صامه وأمر بصيامه عندما دخل المدينة فشف اليهود يعني يصوموا في النهار، قال شنو النهار هذا؟ قالوا هذا يوم نجى فيه المولى سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام، فنحن نصومه شكرا لله. شوف سيدي هم يصومونه شكرا لله، يعني لو كان لقى فيهم سيدنا موسى خير راهم اتبعوه، وراهم اتبعوا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. فاش قال سيدنا وسلم؟ قال نحن أحق بموسى من اليهود. هم يتصوروا أنهم لا، قال سيدنا موسى باش يتبرى منهم اليهود، وسيدنا عيسى باش يتبرى من سارة لأنهم بعدوا على المنهج الصحيح وحرفوا التوراة والإنجيل.
قال نحن أحق بموسى من اليهود. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء ثم أمر بصيامه. فلما فرض رمضان، وقت اللي فرض ربي سبحانه وتعالى شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من شاء صام ومن شاء ترك، من شاء صام عاشوراء ومن شاء ترك، وأصبح صيام عاشوراء سنة. روى الإمام النسائي عن السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أربع، قالت أربع حاجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يتركهم: صيام يوم عاشوراء، وعشر أيام من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتان قبل الفجر. ركعتان قبل الفجر، المقصود بالفجر هنا صلاة الصبح، والركعتين هما الفجر، نقولهم نحن توا الفجر، وهما يعني رغيبة، صلاة الفجر رغيبة. بل لقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم أنه قال لئن عشت لقابل لأصومن التاسع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نعيش العام الجاي قال نصوم تاسعاء وعاشوراء ما بعدهم الزوز، ولكنه توفي صلاة ربي وسلامه عليه وقبض إلى الله. ولهذا السادة العلماء قالوا هذه سنة أن نصوم التاسع والعاشر. ثم من العلماء من جعل ذلك على ثلاث مراتب، على ثلاثة درجات. قالوا أفضل مرتبة أن نصوم نهار قبل وعاشوراء ونهار بعد، هذا الأفضل. الثاني، الدرجة الثانية أن نصوم التاسعة وعاشوراء. والدرجة الثالثة قالوا أن نفرد عاشوراء بالصيام، أضعف الإيمان على الأقل واحد إذا كان ما قدرش باش يصوم تاسعة يعني وعاشوراء واليوم الذي بعده، وإلا تاسعة وعاشوراء على الأقل يصوم عاشوراء برك ويربح فيه ثواب كبير، لأن يعني صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، وإنكم في يوم عظيم فضله من الله جزيل، فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، فيا سعادة من إلى نيلها سعى. وفيها خلاف بين الرواة، وصح عن الإمام مسلم أنها ما بين أن يكون الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. وإننا نبدأ دعاءنا بما هو مرجو القبول، الصلاة على أكرم نبي وأفضل رسول. اللهم اشرح بالصلاة على نبينا صدورنا، وفرج بها كربنا، واقضي بها يا ربي حوائجنا، وانصرنا بها يا ربي على من عادانا، وأعزنا يا ربي بها إلى يوم القيامة، واجعلنا يا ربي بها متلاحمين متصافين على كلمة التوحيد وعلى كلمة الإسلام وعلى كلمة الحق المبين. اللهم إننا نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة، في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر المحرم المبارك، نأمل يا ربنا أن تكون ساعة القبول والإجابة، رافعين إليك يا ربنا ويا سيدنا أكف الضراعة، ملحين يا ربي في الدعاء، متضرعين إليك يا رب العالمين، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم إننا نسألك أن تعين يا ربي إخواننا في فلسطين على ما ابتلوا به من فقد المال والولد، وأن تعيننا يا رب العالمين على حسن معاونتهم لدحض عدوهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، وأن تخفف يا ربي آلامهم، وأن تبري يا ربي أوجاعهم، وأن ترفع يا ربي همومهم وغمومهم، وأن تلطف يا ربي بشيوخهم وصبيانهم ونسائهم، وأن ترسل عليهم من مددك وعونك ما ينجيهم يا رب العالمين، أن تأخذ يا ربي أعداءك وأعداءهم بعقاب من عندك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا رب، كما دمرت عادا وثمود فدمر هؤلاء الشرذمة من اليهود، وخذهم يا ربي أخذة رابية تكون عليهم يا ربي هي القاضية. فاللهم إن النصر من عندك والعزة والمناعة بأمرك، فعجل يا ربي بفتح من عندك ونصر قريب في سوريا وفلسطين يا عزيز يا متين، إنك سميع قدير مجيب. اللهم إنك تعلم ولا يخفى عليك شيء مما فعل هؤلاء اليهود الملاعين من إفساد في الأرض وصد عن سبيلك وإذلال لعبيدك، فخذهم يا ربي أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي منهم أحدا ولا تذر يا ربي، مزقهم كل ممزق، وشتتهم في الأرض كما فعلت بأشياعهم وقد انتهكوا حرمة دينك ومقدساتك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربي لا تذر على الأرض منهم ديارة، إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم، وأنزل عليهم مقتك وغضبك يا شديد العذاب والعقاب.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واشف صدور قوم المؤمنين. اللهم إنا نسألك علم الموقنين، وإنابة المخبتين، وإخلاص المحسنين، وشكر الصابرين، وتوبة الصدقين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا رافع النقم، يا باعث الأمم، اللهم إنا نسألك عيشة كريمة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزن ولا فاضح. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. خذ بأيدي المسلمين وانصرهم على هؤلاء الشرذمة المفسدين من اليهود الصهاينة الملاعين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء، واللطف في القضاء، والنصر على العداء. اللهم وحفنا بألطافك الخفية ما ظهر منها وما بطن، عافنا من جميع البلايا والمحن، أرشدنا يا ربي لاتباع أزكى السنن. اللهم وارحم شهداء المسلمين من هذه الأمة، وألحقهم بكوكبة إخوانهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. اللهم بنورك اهتدينا، وبك أصبحنا وأمسينا، فأصلح اللهم أحوال المسلمين، وفرج يا رب كروبنا أجمعين، وأعد على الإسلام ألوية العز المبين، حتى يعود للإسلام شبابه، ويتمزق الظلم ويتبين ذهابه. اللهم وانصر الإسلام وحماته وجانب الحق ودعاته، وانشر رايته في الجو والبر والبحر، وارفع عن المسلمين كل إصر. اللهم واجعل تقواك زادنا، والثقة بك ذخرنا واعتقادنا، وأمن من الخوف والجوع بلادنا وسائر بلاد المسلمين. واجمع يا ربي كلمة الحكام ورؤساء الشعوب الأمة الإسلامية على موقف واحد، وعلى كلمة فصل ترفع بها الذل والعدوان على المسلمين في كل مكان. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ونسألك يا عزيز ويا رؤوف أن تجمع الكلمة والصفوف، ولا تشمت بنا يا رب الحساد والأعداء، وأكلئنا بحفظك ورعايتك يا رب الأرض والسماء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، يا رب اشف مرضانا. اللهم عافي مبتلانا، عافي يا رب مبتلانا، عافي يا رب مبتلانا. ارحم يا رب موتانا، ارحم يا رب موتانا، ارحم يا رب موتانا. اجعل يا رب الجنة مأواهم ومأوانا، وارحم يا رب مشائخنا وعلماءنا ومن أدبنا ومن علمنا، من كان له الفضل علينا، اجعل ذلك صدقة جارية تصلهم إلى قبورهم، ارفع بها منازلهم عندك يا كريم، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وأنت الذي وفقت للدعاء، فاستجب يا رب تفضلا وكرما، ولا تردنا يا رب خائبين، وقد وعدتنا بالإجابة، فحقق يا رب رجاءنا، وأعطنا يا رب سؤلنا، فإن ذلك لا يعجزك، يا من تباركت في علاك، فما لنا يا رب رب سواك. وصل اللهم على عين الرحمة الربانية وفيض الحكمة الإلهية سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية، وعلى آل بيته الأطهار وصحابته السادة الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار، ونحن معهم بواسع فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، حاذوا بين مناكب، سدوا الخلل، واعلموا أن المصلي بين يدي ربه يناجيه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.